هذا وأفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أنه يجرى حاليا محادثات مكثفة تجرى بواسطة مصرية قطرية بشأن هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن ممثلين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يبحثون ملامح الاتفاق المرتقب ونوعية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يمكن إطلاق سراحهم في الاتفاق المرتقب. وأكد المصدر أن إسرائيل تصر على إدراج الأسرى من النساء والرجال الأكثر ضعفاً في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.